السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قلت ما تلي جدنا غطروا ديال تبريس ركم سقسار داك تعاوت في السرقه يا ناد مدنا نغدوا اليوم يكر المحلات ولكن قبل ذلك نرد ادغت نيت الاسم ما تقيس التعاونيه ما تقيس التعاونيه. السلام عليكم تلاديونا عيشه ويشمكان الامينه التعاونيه تيوزيوين تلغمسني وزيون عاود غما منك تجا يعني ما كاينش وقع السرقه هذا عاود غما منك اسو نكرنا خدمت الطمارين الرزنت السلاح حتى قال النهايه السلاح حتى تكمل انت نعبر اسنت نسمون انت كني تيسنت يعبر نسمون ختنت كنت اختل خنشت صافي الناس انت ناقص انت انسيق اشكو حتى تسيق الناس انت نسيق ناقص ما تذكرت خيسر السن عرسنا العربة ناش كيد نسيق صافي نفلت انت السلحد إذ الاثنين انت ياكر ناش كيد زيك صباح نكشم دا رانسي ينسيلو غيدا نرسيس نقيتك راه غدارة تفران تغينا ناش كيد نفل الباب يرزا يرزا الباب هو يرزا الباب يرزا الباب يرزا الباب وسينكيس سنت الخنشين تزنين 80 كيلو 80 كيلو تزنين يا يعني كيلو رسك كانت 2400 كيلو اي كيلو 160 كيلو يا تزنين مضروبه 2400 يا جميتي هاد المال شنو كنت اسينا خا كيس البي سي البي سي ودا نس مي ديغا عاد بالمشطره الدي في اي نس اسينت اسين كيس يانو غرافه كيس نسمونوني قريض زمان يخفي لازم نبدا على حساب طيب غارين دان تكاني نغرو مني ختكراني تي خت مريض باش زعما اسكا كيس نزري وسينو لا هو انا بالنسبه لتسولت نسكرا في الكاميرا يتسجل وسين الكاميرا تسجل مع لا لا غير المراقبه لا الكاميرا قبويني ودا كل يتحكم كل شو وين اخت حتى تليت الكاميرا غير خصطح غلينا اللي خت تسقلبن يعني غلينا اللي خت تسقلبن يعني كنتي انت تقي الواجهه هي تسولينا خت الواجهه العكس باش دور الطمز ما يسكن الفعلان ما تسكر مس بالضبط كله التعاونيات يعني ما كل المنتوجات اللي كله قسكر ارقس نسكر ارقان يعني انت اصلا تعرف سوارقان سوارقان انت ارقس نسكر ارقان ارقس نسكر سكسو الزميطه غرومي ضين طفر نتو انت يكشم قيس صافي اذا زغواد نيتا ارقان تجميل ولا انت درت نسكر الماكله نيت كوسمي غواد ديال الكوسمي تاكلها ولا الماكله درت نسكر يا تقريبا ما قدام ثلاث تعاونيات يعني من ناس كاس تبدا 2012 مش كاين تسقيس تخدم تبارك الله زعما زعما تفتت الشاضي مي كيس بخير وعلى خير 53 طمارت كيس يخدم كيس لا غير هذا مرتين نمت مثلا المسؤولين غد مرتين نمت وانين في البيسي هذا اليوم توسين دمايا ان شاء الله الانسان هذا يقدر يصد الضمير يعني يقدر يصد الضمير اي اسم قال غير خدم غارين اش كنت غارين مساكن كانت غير يعني كانت غارين اختي تزرت كيني تركيك غير انت يعني داش فين تمس يا لا انت كله كاز زعما كيس الارامل كيس تيداني الدلاني ركاز المهم تفتح البيبانيت مغارين رد خدامان اي الناس كنت في لاصت خلصنت يعني السيده دلاخي قابلني غدا الله وعلامه يقدر سي لا الضمير الناس على ربي التكيرر ما يدير كيس الانسان يا كيس ما قال ختم غارين اذا اول مره تعرضتي للسرقه هذه اول مره بجنت ياكر هو ديجا انت ياكر واني ماشي جنت خدت بزاف كاين خي ايكيز اما المره الاولى ما دومت ياكر وين راني داخل البيسي وين راك كنت زنيي دوار قانيت إسكار قانان داخوين إس جيترون يغدو جيترو إلا خوين تيزيان تاد ميرت نبارة أدوم تعود ربي صلى خير إن شاء الله الله بارك الله فيك الله رحم الوالدين الله يجزك بخير شكرا الله رحم الوالدين ولو كني نتمنى إن شاء الله أقسي لي مكن نغايد يعني الإنسانية قسي لي باش إخت كيرر ما يعني إخت كيس لا الإنسانية إما الحمد لله راد داخن خدام راد داخن سكرة راد دين خبيد للمحسنين أنا نتمنى إن شاء الله الضمير نسى يعني ترى مثل محسن ما كنتي تعاون باغي محسن الله يرحم الوالدين راه يخاون والله شكون حتى تي مغارين مساكن ما كنتي خصنا غير بالضبط التعاون يخسخ البيسي يخسخ البيسي خصنا تاخذ الطبال يعني يلاه فلازم نخدم في ما تيدناوي تي مغارين نيت نريس نضاخ نخلص يعني ما سريس نخلص غادي سريس نخلص وين اخت حتى نيس انت العايد راه نخلص يعني بزاف نطوض راه بزاف والله العظيم
والله العظيم الا حشومه كيسن اشكو يفكر ربي ما تسكرن وكون يجي يغدوش كاش شخص داخلنا بيعاونا متخ من استطاعتنا واخا الناس يغجي من خايس نعاون ولا يسكر غمكا اشكو يفكر ربي ما نسيت يفكر ربي ما نسيت تود والله يعني انا صور غير فوق طاقتنا غير ما ونسى نقول الله دار كيسن هو وراسنا صامح والله العظيم لا والله العظيم والله القسم اشكو اختزرت كنت مغارين يسول نسيني سرديتاش كيما تناويتي مغارين باش تنتك تزرم سنت غسل اللي غدوين طلع خبر بينا كنين انت ياكر والله ردوش كانت صغيره راه لا انت يعني يلا منظر لا حول ولا قوه الا بالله يقدر الشخص اني تلاقي يكرن اديش كي كني يشوفها متغوانا يعني يقدرني انت ديش كاري تمثال اشكو ورديوش كي كراني انا خكراني ماني ولا كراني انا غوضي خالدي يا بلا ما يعني لا اله الا محمد رسول الله لا نجينا نغت مغارين غيد يعني معنا الناس اخرى شي عيالات هنا والله الا كيدمعوا دابا حاليا ما قدرناش نبينهم لانه عرفتوا لنا شويه التقاليد وكذا يعني وبالتالي خليناهم شويه في هذا ما بغيناش نصوروا معاهم وداك الشيء اذا تنمير تنما والتما الله يرحم الوالدين شكرا على الزياره بعدا سمحتك الله يرحم الوالدين الله يجزاكم بخير شكرا